السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم خاصية جميلة جدا في الخرائط. البعض يرسل لك الموقع يكون خارج المدينة مثلا بالبر او غيره، لما تفتح الموقع عن طريق جوجل ماب راح يوصلك لين الشارع ويوقف موقعك عند الشارع. مثلا الموقع يبعد عن الشارع 10 كيلو او 15 كيلو، فالموقع يبقى واقف على الشارع وما تدري وين الموقع اللي انت بيه بالضبط. لكن اذا فتحت الموقع عن طريق الخرائط راح يوصلك، راح يمشي معك الموقع لين ما توصل الموقع اللي انت بيه. طبعا فتح الموقع بالخرائط سهل جدا، تضغط على هذا السهم راح يقول لك فتح بالخرائط او جوجل ماب، نضغط على الخيار الاول، او من عنده ايقونة السيارة من هنا تختار الخرائط او جوجل ماب. اذا اخترت الخرائط راح يمشي معك الموقع لين ما توصل الموقع اللي انت به. اشكركم على المتابعة وفمان الله.